السلام عليكم. اليوم اول نهار مش عادي وفي البنك يا ولدي. هيك يمي ما خليت ما طيبت لي، لا خلت بسيزه بالدقله، لا خلت حوار عظم مصموط يا ولدي، قهوه بريوش يميه، جوك احلى جو. اي سيدي ماشيين نعديو في البنك. اصعب الفهم مريبس بالبي ولا والله اني عظم الساعه. نقولك كلامك انت ننسى. يا ولدي قول يا سيدي بوجربو احضر لي امورك هانيه. والله قدك شي ظالم مخ تقول يا رب نجي على قلب السيدي بارقو باي. خش اي سيدي جيت افكركم راهو اللي غش واللي يحاول باش يغش بفكر ورقته وليس المدير. انا ايش الداخل وجيش ايش البرا. ها تبرك بعض. حماد بخي برحمة باباك السوال الاول كاهو. اما هو يا صاحبي من قتل شكري بالعيد. سهل هيك يا ودي اكتب بالمات مد والحكم. والله زيد والله المبوجي مبوجي مش منك مني نالي نسال فيك. اي نقصو شوي حس ولا راهو جيبو مدير. طبعا اشخصية بجي ربك كان السؤال الضيق كاو. ايش فيك انت؟ قال لك كمل الجملة. نموتو ويحيى شنو؟ يا ودي دي وين عايش يا اخي انت؟ دي سهلة اكتب نموتو وتحيا قطر. والله زين قلت لك مش منك مني نايا نسأل فيك. طيب برا امشي تعدل الموضوع معاش بكري امشي. عندي فوسكة ليكس لكس. يا ودي اوعى عليك كاني فربك والله تتبوسة تتبيلك. لا بالك ناس من لمعي نيل فيهم ومن دراك. يا ودي تسكت خليني كونسنتري. أسخصي يا أخي ناس سوال الضيع ونخطاك للأبد. أوف تايا باه يمشي قليك ما هي الصلوحيات الرئيس المؤقت في فلاتة. يا ودي تي وين عايش والله مانيش فاهم. أنا عايش في تونس انتي. يا ودي سهلة لولا اكتب فيها لا شيء الثانية ريان الثالثة نوثين. والله زيد قلت ليك من الصبح اللي مبوجي ومش منك مني نالي نسأل فيك. يا ودي تخدم تمشي اسكت. يا ودي انت معاش بكري راهو كمل اخدمه. سيب القول دي شو هذه يا هذيك فوسكا ينقل هز وقتك ومر معايا مدير وكيل الدق علينا حرس. يا سيد المدير هذايا شديناه بالكمشة. يعني بالحقيقة انت والحمد لله يا ولدي على اجد فسكي يا سيد المدير. حنانة انا عديت الباك 16 مرة وما خذيتش. يعني يا ولدي برا شوف حلو ولو عليك من القرى يا ها. وحتى انا قلت اخر مرة نعديها. اوكي يا ولدي حتى انت تشديت بالكمشة. ها وحتى انا مش ندبر خدمة.